عندك الصاروخ ولا على القاعدة؟ لا القاعدة بكرة على السهم، فيها سهم لازم يطلع لفوق بالسهم. السهم هيك قال لواء سراء المرابطين يقوم بتوجيه العناصر لتجهيز صاروخ السهم الأحمر. تفضل. الله أكبر. إدارة شباب جاهز. موضوع النظر منيح؟ ها؟ تهد الساس كله. هو تهد الساس كله لأن يمكن يروح زي بغت. زي بغت. عندي اثنين مش من هذول بس. ما بي هددها كلها ياسا شون القادف نبع صغيرة بنزين هاي كافتة تمام. بس انت ابو الشريك هيدك تنتبه لي هاي اهم شغلة اخوي جاهز ودغري بس عايز يضرب. عرفت تشتغل؟ اي بعرف اشتغل. فز والله وضعي ذاك الشكوى مش هيك. هات له حجر لهون.